تعتبر دار الأسد منارة ثقافية مهمة تغذي كل نشاطات المحافظات السورية ثقافيا وكل شرائح المجتمع بمختلف مجالاتها. احتضنت العديد من المناسبات الثقافية والفنية والنشاطات التكريمية. فيها صالة للمعارض الفنية ومسرح لتقديم العروض الفنية والمسرحية، والذي يعتبر من أفضل المسارح في سوريا من حيث حداثته، ومركزا لبيع الكتب ومعهد الثقافة الشعبية. تأسست الدار عام 2004 وضمن مبنى مديرية الثقافة بكلفة 300 مليون ليرة سورية، وكانت حلما لأهل اللاذقية وقد أصبح حقيقة على أرض الواقع، ليستقطب كل المواهب والإبداعات والنشاطات الفكرية، كما ساهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وفي تعميق الثقافة ونشرها وخلق حالة ثقافية مميزة لإيصال الماضي بالحاضر. ترى الناس على أبوابها مقبلين يشاركون ويتشاركون بما يملكون من ثقافة وفنون. دار الأسد للثقافة منارة علمية وثقافية تنير شاطئ اللاذقية.